خلص ما في. تعالي خلينا نشوفون عروستنا الجديدة. شو رايكم بالعروسة الجديدة؟ حبيت دروسك؟ تلفزيون الكويت، دولة الكويت. ايه احنا اي تي في. لا على اختي دولة الكويت، من امي سمتها على كلمة قناة الأولى تلفزيون دولة الكويت. دولة الكويت اسمها؟ اي اسمها الصجي؟ الصجي اي قولي والله والله العظيم دولة الكويت؟ دولة الكويت اي. يعني اوكي اقول دولة يعني ولا اناديها كويت؟ لا دولة دولة يعني في البداية دولة دولة الكويت بس اسمها بالشهادة بها دولة الكويت. لأن وقتها كانت المذيعة الله يرحمها اذا كانت عايشه او اذا كانت دوله شوقي امي وايد تحبها تتابعها اخبارها ما ادري شنو فلما كانت تقدم البرنامج الاخباري تلفزيون الكويت دوله الكويت فامي حبت كلمه دوله الكويت فسمتها دوله الكويت. اختك وينها الحين؟ بيت امي الله يرحمها. بيت امك؟ امك وين بيتها؟ بالساميه. منو عايش بالبيت؟ خواتي واحد اخواني. واخوانك هني؟ انا اخواني وخواتي كل ابوهم هني بالكويت. بالكويت اي. وهي معاهم؟ هي معاهم. بس انت متعلقه بهذه البنيه؟ دولة عندها توحد فلما جبتها عندي لأن مو كل من يعرف شلون يتعامل مع الشخص عنده توحد يوم تصارخ يوم تطقك يوم تحبك يوم تكرهك فأنا سويت لها كذي زون ببيتي اللي هي عندها مكياجها الخاص كبتها الخاص الله. سويت دروسها يعني عاشت لعمر انت سويتي دروسها؟ سويت دروسها ايه. وتحسين ان جتها طاقة ايجابية؟ طبعا يا حبيبتي لأن كل بعمر 38 سنة ما عندها دروس ترى وايد صعبة كان عندها لما عندها دروس يعني من السوس والتآكل راح دروسها لأنها وتمت سنين غير دروس فالفك تغير عندها فتحتاج عملية فك. سويتي لها؟ سويت لها. عند منو؟ رويال حياة ما قصروا صراحة دكاترة ثلاثة كويتيين هم مستلمين كل حالات التوحد. دفعتي لهم ولا؟ أمانة لا. قولي أساميهم يستاهلون. دكتور حسين دكتور عبد العزيز رويال حياة هم دكاترة كويتيين متطوعين كثر الله انهم يعالجون كل اطفال التوحد اللي عندهم مشاكل بالاسنان وحده خاصه بهم في رويال حياة في رويال حياة فكلموني والله هذا شيء انساني منكم والله يعطيكم يعني الف الف عافيه اللي سووه باختي كويتيين اي رحت رديت عندهم عقب اختي خلصت وشكرتهم وصورتهم يا عمري لان يعني من بعد ربي سبحانه وتعالى هم خلقوا حق اختي حياه جديده اختي كانت شبه ميتة الله أكبر كانت شبه ميتة لا اسم الله عليها مع دروسها صار عندها ثقة بالنفس أي صح صارت تعرف تنطق الكلمات كلنا عقب الله. رحت عند معهد تودين عيالك فيه أيوة البسامية قالوا لي إيه عنا النهاية تودي عيالها أم الزامل أي أي حلوهم عند هم إيه فتحت فرع حق أختي حق التوحد حق التوحد وتمت أختي عندها سنة وتعلمت تعلمت النطق على الأقل